دلوقتي هنقوم مع بعض بتدريبات أصوات الشفاء. أصوات الشفاء هي الصينيين القدماء التاو كانوا بيؤمنوا إن الإنسان خلق بالفضائل جوه أعضاء الجسم، زي الحب في القلب والتسامح في الكبد، الثقة في الطحال. وعلشان نقوم بالتدريب دوت لازم نحاول ازاي نتعلم ازاي نخرج السموم من اعضاء الجسم. احنا لما بنتولد بنكون وبناخد الطاقه الكونيه بتكون توصل لجسمنا طاقه كامله من الارض ومن الكون بنسبه 100%، لكن مع مرور الزمن ووجود تلوث او مشاعر سلبيه اللي بتتكون في حياتنا مع الوقت، أو كمان لو أسلوب التغذية الغير سليم، كل دوت بيساعد على إن هو يكون سموم على أعضاء الجسم الداخلية، وبالتالي الطاقة الكونية بتوصل بنسبة أقل، وبتوصل ساعات لمرحلة توصل ناخد منها بس نسبة 10%، وبالتالي يبدأ العضو في الجسم يبدأ الطاقة توصل له أقل ويبدأ يتعب ويبدأ يمرض. هنطلع السموم ديت بالصوت واللون، كل عضو من أعضاء الجسم له لون وله صوت، وهنتخلص من السموم ديت مع بعض. هنبدأ الأول بإن احنا نحط إيدنا على الصدر، قفص الصدري، نحاول مش لازم باللمس ولكن عن بعد، او ممكن حتى نمسكه. هنبدأ الاول ناخد نفس عميق ونبدأ الشهيق، هنرفع ايدينا لفوق ونطلع الصوت. نغمض عينينا، نبدأ نجمع الطاقة عن الرئتين ونبتسم للرئتين ونبتسم للضوء الأبيض، وهنشوف إذا في أي مشاعر سلبية تكونت هي عن الرئتين، زي الاكتئاب أو الحزن الشديد. هنحرك عينينا يمين وشمال احنا مغمضين، وده هيساعد برضو على ان احنا نوازن بين العقل اليمين والعقل الشمال. نحرك عينينا يمين وشمال، الافضل ان احنا نعد 21 مرة. هنشوف اذا في اي مشاعر سلبية في الرئتين زي الاكتئاب او الحزن الشديد، ونحاول ان احنا ندي امر بالالغاء للعقل، الغاء للمشاعر السلبية. نرجع نبتسم للرئتين، نبتسم للضوء الابيض، ونحس مشاعر الشجاعة والإخلاص والصواب في الرئتين. نبتسم للرئتين، نبتسم للضوء الأبيض، ناخد نفس، نفتح عينينا، نرفع ايدينا لفوق ونطلع زفير بالصوت. نجمع الطاقة تاني للرئتين، هنبتسم للرئتين، هنبتسم للضوء الأبيض، هنشوف إذا لسه فاضل أي مشاعر سلبية في الرئتين زي اكتئاب أو حزن شديد، نحاول إن احنا نعمل لها إلغاء العقل. نحرك عينينا يمين وشمال ونبدأ نبتسم للرئتين للضوء الأبيض، نحس بالشجاعة والصواب والإخلاص في الرئتين. مرة كمان، شهيق، زفير،
هنبتسم للرئتين، هنبتسم للضوء الأبيض، هنحس بالشجاعة والصواب والإخلاص في الرئتين. الرئتين متصلة بالأنف، والأمعاء الغليظة. دلوقتي هنروح للكليتين، هنلمس الكليتين، هنبدأ نعمل الصوت للكليتين. هنقف نحط نقعد على تراتيف صوابعنا لفوق، نوجهها لفوق، وهنحضن رجلينا من هنا بحيث ان احنا من هنا نضغط على الكليتين. هنا هنبدأ ناخد نفس ونطلع صوت تشو. نغمض عينينا، نحاول ان احنا نلمس الكليتين، نبتسم للكليتين، نبتسم للضوء الازرق، ونشوف اذا في مشاعر سلبية نحاول نعمل لها الغاء في العقل، زي الخوف والشك وعدم الثبات. نحرك عينينا يمين وشمال، الافضل ان احنا نعد 21 مرة. نبدأ نبتسم للكليتين، نبتسم للضوء الأزرق، ونحس بالهدوء النفسي والثبات. والمرونة في الكليتين. مرة كمان. شهيق. زفير. صوت تشو. نلمس الكليتين، هنبتسم للكليتين، هنبتسم للضوء الأزرق، وهنشوف إذا لسه في أي مشاعر سلبية في الكليتين زي الخوف والشك عدم الثبات. نبتسم الكليتين، نحس بالمرونة والهدوء النفسي والثبات في الكليتين. مرة كمان. ابتسم للكليتين، ابتسم للضوء الأزرق، نحس بالمرونة والثبات والهدوء النفسي. الكليتين متصلة بالأذن والمثانة والعنصر المية الكوكب ميركوري، عطارد، كوكب الأزرق.